عبقرة الجامعات الموسم الخامس ومباراة الصدارة في المجموعة الثالثة، وهفكركم بالنتيجة: جامعة دمياط 40، جامعة قناة السويس 30. جامعة قناة السويس عندنا تغيير، عماد مؤنس رجع مكان أحمد وائل. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة تحت الضغط. تحت الضغط. ندى إبراهيم وندى ناجي، ندى ناجي وندى إبراهيم. ندى ناجي هتبتدي انت الأول، ندى إبراهيم هتسمع أغنية وترجعي لنا تاني. تفضل ندى. دربتي؟ أوه. مين اللي دربك؟ تيم كله. كله؟ أوه. تمام. تحت الضغط كاونتر. في أي قارة تقع سهول اللانوس؟ أستراليا. غلط. شاعر عربي راحل مؤلف قصيدة حافية القدمين، فمن هو؟ إبراهيم ناجي. غلط. قولوا لعين الشمس يا أغنية المطربة راحلة. شادية. صح. كم عدد ألوان علم دولة بلغاريا؟ 3. صح. ما هو الغاز الذي ساهم العالم دانيال راذرفورد في اكتشافه عام 1772؟ نيتروجين. صح. بدأت حرب الكعك بين المكسيك ودولة أوروبية عام 1838؟ بريطانيا. غلط. ما هو حاصل ضرب 110 في 5؟ 550. صح. من قام بدور سلامة في فيلم سلامة في خير؟ نجيب الريحاني. صح. ما هي العملة الرسمية في جزر فيجي؟ دولار. صح. من هو اللاعب الأكثر تتويجاً بجائزة الكرة الذهبية؟ 6 إجابات صح من 9. السؤال العاشر ما لحقتش أقوله، ولكن كويس جد، برافو عليكي سليم. عايزين ندى إبراهيم تنضم لينا، نشوف ندى إبراهيم هتعمل إيه. ندى عايز تعرفي إيه اللي حصل؟ لا خليها مفاجأة. مش عايزة تعرفي؟ لا خليها مفاجأة. طيب مين دربك؟ كل الفريق دربني وأختي وأمي وكله. كله؟ كله. جميل جدا. تحت الضغط كاونتر. في أي قارة تقع سهول اللانوس؟ آسيا. غلط. شاعر عربي راحل مؤلف قصيدة حافية القدمين، فمن هو؟ نادي. غلط. قولوا لعين الشمس هي أغنية المطربة راحلة، فمن هي؟ أم كلثوم. غلط. كم عدد ألوان علم دولة بلغاريا؟ 3. صح. ما هو الغاز الذي ساهم العالم دانيال راذرفورد في اكتشافه عام 1772؟ الفلور. غلط. بدأت حرب الكعك بين المكسيك ودولة أوروبية عام 1838؟ إسبانيا. غلط. ما هو حاصل ضرب 110 في 5؟ خمسة آلاف وخمسمية. غلط. من قام بدور سلامة في فيلم سلامة في خير؟ نجيب الريحاني. صح. 2 من 8، وندى ناجي معاها 6 من 9. هارلك، ولكن أنا في رأيي يعني سؤال زي 110 في 5. 550. بالضبط. وخدتي وقت طويل وجاوبتي غلط، ولكن معلش. تعال نشوف الأسئلة اللي ما تجاوبتش. في أي قارة تقع سهول اللانوس؟ في أمريكا الجنوبية. شاعر عربي راحل مؤلف قصيدة حافية القدمين، طبعا نزار قباني. السؤال السادس، بدأت حرب الكعك بين المكسيك ودولة أوروبية عام 1838 هي فرنسا. السؤال العاشر، من هو اللاعب الأكثر تتويجاً بجائزة الكرة الذهبية حتى عام 2022؟ مين؟ ميسي. ميسي، بالضبط كده. كلنا نحيي ندى وندى، ندى وندى. النتيجة اتغيرت. ندى إبراهيم كنتوا كام؟ 30. 30 وإجابتين صح؟ 40. لقيتوا 40. ندى ناجي كنتوا كام؟ 40. 40 وضعفت النتيجة بقيتوا 80. 6 إجابات صح وعشر نقط هدية من ندى إبراهيم، بقيتوا 80. 80 جامعة دمياط، 40 جامعة قناة السويس. ودلوقتي مع الفقرة الخامسة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. ندى وندى تاني، وهنشوف الهدف الأول لصالح مين. السؤال الأول، حل المسألة الآتية: 7 في 15 ناقص 6 في 12
يساوي كام؟ 7 في 15 ناقص 6 في 12 يساوي كام؟ 23. 23 إجابة خاطئة. إجابتك 43. 23 و43 إجابة خاطئة، هي 33. هارد لك. عماد وهشام، هشام وعماد. السؤال الثاني أدب. شاعر عامية مصري راحل مؤلف قصيدة من تاني، فمن هو؟ إجابتك أحمد فؤاد نجم. أحمد فؤاد نجم إجابة خاطئة. هشام. صلاح عبد الصبور. صلاح عبد الصبور إجابة خاطئة. أجني جبال القط وما خدش غير جلبية الخال الأبنودي. ما عندناش أهداف. السؤال اللي جاي بقى غالي جدا، وحظكم بقى ان السؤال اللي جاي رياضه. السؤال الثالث رياضه. ما هو اول منتخب عربي يفوز بالميداليه الذهبيه في دوره العاب البحر المتوسط لكره القدم؟ الدوره الثانيه كانت في برشلونه سنه 1955. إجابتك إيه؟ المغرب. المغرب إجابة خاطئة. المغرب ما كانتش في الدورة. مين يا آلاء؟ بصراحة من تونس. تونس ما كانتش في الدورة. الجزائر. إجابة خاطئة. مصر. لا ما أعتقدش. والجزائر يا هشام ما كانتش في البطولة. الإجابة الصحيحة مصر. شفتوا بسيطة إزاي؟ مصر. وساعتها كسبنا مين بقى؟ اسبانيا. كسبنا فرنسا وكسبنا سوريا وتعادلنا مع اسبانيا، فخدنا الميداليه الذهبيه بمجموع النقاط. السؤال الرابع الهلباوي والاباني. الاباني والهلباوي. سؤال ب 25 نقطه. السؤال الرابع علوم. في أي مجال حصل العالم فريد مراد على جائزة نوبل عام 1998؟ كيمياء. الكيمياء إجابة خاطئة. الباوي فرصة 25 نقطة. فيزياء. الفيزياء إجابة خاطئة. أمريكي من جذور ألبانية حصل على نوبل في الطب. خسارة. دلوقتي عندنا سؤال واحد ب 25 نقطة يعتمد على السرعة ليكم انتوا التمانية. الهدف الذهبي. جغرافيا. هيوما هي جزيرة بإحدى دول البلطيق، فما هي؟ كرواتيا. كرواتيا مش البلطيق أصلا. هشام. البلطيق. إجابة خاطئة. ندى. استونيا. استونيا الهدف الذهبي. مساحتها 990 كيلو متر مربع. ندى ابراهيم جبتي 25 نقطه لجامعه قناه السويس. الحمد لله. انت عارفه انا مبسوط ليه؟ عشان عوضت. عشان عوضتي اللي حصل في تحت الضغط. برافو عليك، رجعتي جامعه قناه السويس في المباراه. برافو عليك. برافو يا رجل. 65 جامعة قناة السويس، 80 جامعة دمياط. مباراة تحديد المركز الأول والمركز الثاني في المجموعة الثالثة. الماتشات اللي جاية بالنسبة لهم هتبقى أصعب بكتير، لأن اللي هيكسب هيكمل، اللي مش هيكسب هيودع البطولة. إجابة صحيحة. نفسي اطلع عابد بعد ما جامعة قناة السويس فازت بضربات الجزاء. فرصة متساوية بين الفريقين، اللي يكسب يتصدر للمجموعة.
مستواهم هما الاثنين في المباراة الأولى والثانية كان أعلى بكتير من مستواهم في ماتش النهارده. لسه المباراة وسط ما بين الفريقين، ممكن أي حد يكسب. خلينا نشوف ايه اللي هيحصل في اخر فقره، ويا ترى مين فيهم هيلحق يجاوب على اسئله تديله فرصه الصداره في المجموعه الثالثه. هنخرج فاصل وهنرجع مره تانية مع اخر فقره، فقره عجله الحظ والعباقره. وبكده طلاب مصر جمعوا 75 نقطة في فقرة تحت الضغط وضربات الجزاء، وكل نقطة ب 2000 جنيه بما يساوي 150 ألف جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 290 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية.